أنا يوسف الدقاق، يوسف سيد الدقاق، أنا الدقاق ليك. محدش فيك يا بلد يقدر يعلم عليا، محدش يقدر يعلم عليا عقدك. إذا كان على جد جد أنا أفرمه بكسبتي. جد مين؟ جد إيه؟ جد إيه ده؟ واحد مين والناس نايمين؟ الله، واحد ده أنا هطرده، سمعني؟ أنا هطرده من هيلمان ده، هيلمان ده بتاعي أنا بس. الهيلمان ده بتاعي انا بس سمعني ولا لا؟ ده بتاعي انا، دي فلوسي وتعبي. جاي جاي وتعبي حاج، بس انت برضو غلطان يا حاج، انت قال لازم تعلمني احسن تعليم، قال لازم تعلمني احسن تعليم عشان ابقى احسن منهم كلهم. مش بس بالفلوس، فلوسي ايه؟ لا، عشان الفلوس دي انا سرقت سرقتك سرقتك. طب اقول لك ايه، اتكلم بعدين، لا بعدين. يا وحيد انت اقرع، انت يا ابني، انت ايه يا ابني الدوشه اللي انت عاملها؟ يا وحيد عايز ايه؟ انت ما عرفتش؟ مش انا عرفت ان البيه اللي اسمه ايهاب الوسخ شفته بعيني وهو بيتفق مع القاع وبيديها الشيكات بتاعتي وبيديها فلوس. يا وحيد بس بقى، بديها فلوس بقول لك. اولا انا عارف ان ايهاب راح عند اللقاء، ثانيا بقى وده الاهم، دي لا هي شيكاتك ولا هي فلوسك. يا حاج انا وقعت وسط عصابه، ده انتوا كلكم عصابه. فين المحمول بتاعي فين؟ انا هكلم لك البوليس، انا هكلم لكم كلكم البوليس. يا نور يا حراميه، بس بقى وفوق شويه عشان تفهم اللي انا بقوله لك. فرصه اننا لوحدنا يا يوسف، عايز اقول لك كلمتين عشان ابقى بريء من دمك. لا بقول لك ايه، لا دمي، لا انا دمي غير اي دم، انا لو نقطة واحدة سالت بس. بقى انت ايه يا اخي؟ كفاية غرور يا يوسف، انت ليه فاكر نفسك من عجينة تانية غيرنا كلنا؟ ايوه عشان انا يوسف الدقاق. ماشي يا يوسف الدقاق، انا بقى هجيب لك من الاخر، انت ما عادش ليك وجود في البيت ده يا يوسف. عارف ليه؟ عشان اللي كان مقويك علينا خلاص مات، ما عادش فاضل لك غير حقك الشرعي في الميراث، وللاسف حقك الشرعي ده ما بقاش بتاعك. دي بلطجة، دي بلطجة، البيت اسمها بلطجية يا حاج. بيقول لك انت بتقول ايه؟ قلت اللي سمعته يا يوسف، وبرضه هعمل معاك بأصلي وهفهمك انا قصدي ايه. تعالى اقعد بقى، اقعد واسمع شوية وحاول تصحصح كده عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله لك. اصحى، قول واغصب ما قص الزمن اتقلب.
اتقلب. الزمن اتعادل يا يوسف، ما تقلبش. زمن الافتراء والظلم خلاص انتهى. وطبعا احنا بعد ما نخلص القضية كل واحد فينا لازم ياخد حقه. عليلي بقى بعد 25 سنة ربنا يدينا ويديك طولة العمر يا باشا. 25 سنة؟ لا انت واضح انك فاهم غلط. مش مهم، خلينا في موضوعنا دلوقتي. طبعا يا يوسف انت متخيل انك ليك حق في الميراث كله. بص، كله على داير المليم. فلوس سيد الدقاق دي بتاعتي انا لوحدي. ممكن تخرس شويه؟ اخرس وحاول تفهم اللي انا بقوله لك. ميراثك الشرعي ده يا يوسف للاسف ما بقاش من حقك. عايز تعرف ازاي ما بقاش من حقك؟ اشجيني اشجيني يا عم وحيد، اشجيني يا برنس. نصيبك هيتقسم بين اتنين يا يوسف. دلال اللي انت قتلت ابنها في بطنها وكسرت قلبها، والنص التاني نصيب جنة. جنة اللي انت قتلتها. لا 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 اخلص. انا عارف انه كان قتل خطأ، لان انا اللي كنت مقصود بالقتل، لكن في النهاية انت قتلتها. ومفيش حاجة اقدر اقدمها لها غير اني اخد نص ثروتك وعملوا صدقة جارية على روحها. شارك ايه؟ وجارية مين؟ جارية مين؟ جارية دي خدامة، دي خدامة بتعمل يا سيدي يا ستي يا سيدي. سارع نفسك. احترم نفسك قسما بالله. لو جبت سيرة جنة على لسانك لقتلك يا يوسف. قتلتها ليه يا يوسف؟ قتلتها ليه يا يوسف؟ اشعر. قتلتها ليه يا يوسف؟ اشعر. قتلتها. ما قتلتهاش. قتلتها يا يوسف. وقتلت شوشو كمان. لا انت كداب، انت كداب، انت كداب. ما تصدقوش يا وحيد، ما تصدقوش. ما تصدقوش؟ انا مصدقه طبعا. طبعا اصدقه. امال عايزني اصدقك انت يا يوسف؟ اسمع يا يوسف، انت قدامك حل من اتنين. يا اما توافق على العرض اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، يا اما تاخد نصيبك الشرعي من الميراث. وساعتها بقى انا اللي هاخد حق جنة، وعارف كويس هاخده ازاي. ازاي يا وحيد؟ هقتلك يا يوسف. انتوا مكملوا معايا كده ليه؟ انتوا مكملوا معايا كده ليه؟ انتوا فاهمين الناس ده؟ قصدي ليلك يا مجنون. انا يوسف انت. انا يوسف انت. ممكن تخرس شوية؟ يوسف انت سمعت انا قلت ايه ولا تحب عيد كمان؟ ايوه اللقاء. اللقاء وصلت. ادخلها نخلص الموضوع ده ولا انت ايه رأيك؟ خليها تستناني جوه، وهي فرصة يوسف يطلع يريح فوق شوية، عشان لو حضر القعدة دي ممكن يبوظ الدنيا.